حموني بلي تخلصها. حموني داك؟ لا. الوليده قول لنا اطوار المحاكمه ديال ولدك اليوم. ولدي ملي تقدم قالوا لي فطومي عبد الغني ملي تقدم قال لي الرئيس خصك هذه المره ما تبقاش معتصم على الماكله قال له حرام حنا غادي نضرب القضيه ودوزوه هو وما دوزوش الدراري كانوا مشدودين معاه ما عيطوش عليهم هما كاينين في القاعه قالوا حضر هو حضر فطومي وتخلفوا الاذناء والدراري حاضرين وعطاوه دابا اجل حتى نهار 4/5 عاد باش يجوز قال لي وتجي واكل وغادي نشوفو اللي تحيد غنحيدوها واللي تبقى غنخلوها. هازينو في كرسي متحرك والسخفار راه ما فيهش ما يكشف. والفطومي غيحبس الاضراب على الطعام غيحبس الاضراب على الطعام واش غياكل في نظار؟ ما يبغيش ياكل ما يبغيش ياكل انا عارفه مظلوم ما غاديش ياكل. إذا كان مظلوم ما تياكلش ما تيشربش. اليوم ربع ايام باش تحبس من الماكله. دابا راه من نهار الجمعه جايب الغدا. كان يلا دخل الدار ملي جابوه بلا غدا راه باقي بلا ماكله. إنت دابا راه لا مات راه تقليد ولادو عليهم. كرشوه ضربوا وداك راه ضربوه ماشي ما ضربوش راه ضربوه كرشوه قدامي انا بو وقدام ولدو وقدام خوه وقدام ولد عمتو الدراري اللي كانوا واقفين. راه تضرب قدامهم وتحط ليه الشغل ديالي تحط ليه قدامهم. ودوه وقفوه في الشانطي اكثر من ساعتين وهو مريض هما موقفينه بالمينوط في الشانطي وعيد راحت راه حكره هاك قدام الجيران قدام الجيران. إذا كان معتقل وغادي لبيه معتقل ودير شي حاجه يديه ديريكت وهو ما غاديش يهرب. لما انت تحملي المسؤوليه كنحمل المسؤوليه السلطه ديال انس